شروب العز والخير والله العظيم، وبشروب الوقفه اللي سالم الغيلاني. ماذا تفعل يا الغيلاني؟ ماذا تفعل بهذا المهرجان؟ قدمت لنا إرجوان حصلت على خنجر الحجايج، تقدم لنا هبة بخنجر الإذاع سليب بسالم الغيلاني، لكن وصلت هذا الاسم القادم شعار حمد بن محمد الوهيبي، خطير خطير خطير. من يتقدم في هذه اللحظة؟ مقدم لنا اسم فرصة حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، لكن هبة هبة وفرصة فرصة 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 تنتزع وتنتهز الفرصة للإيقاظ على خنجر الإذاع. تهانينا والناموس لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي. سلام لك يا أبو محمد، سلام لك يا أبو محمد، سلام لممثل السلطنة الدائم حمد بن محمد بن سالم الوهيبي من أسوة فوز فرصة على خنجر الإذاع. بينما المركز الثاني هبة لسليب بن سالم الغيلاني، المركز الثالث دلمة محمد بن سعيد بن صالح الزرعية القادم مع دلمة، الأسماء قادمة وعد قادمة، ولكن الصدارة المقدمة الدرع الدرع زعفرانة الشبيبي رهف رهف لمحسن بن علي بن محمد الوهيبي، مزون مزون ولكن الصدارة الانطلاق زعفرانة 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 بدر بن سيف بن سالم الشبيبي الشبيبي، اللحظات الأخيرة اللحظات القاتلة رهف مزون ولا زعفرانة، ولكن زعفرانة زعفرانة تصدر زعفرانة تصل إلى خط النهاية معلن الفوز معلن الناموس. السيارة أعود مع الصدارة مع القيادة، يا سلام تابع للثلاثي مع مقدمة الشوط مشقي 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 سعيد بن عامر المغيري، ولكن ملاكن يا سلام الممثل الدائم للسلطنة الممثل الدائم عن طريق الفاتن سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي يختطف الرمز يختطف الرمز مع اللحظات الأخيرة، رمز القعدان رمز القعدان، السيارة اللحظات الأخيرة مشقي 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 قادم باللحظات الأخيرة. إذا السلام وين؟ بدية ولا المضيبي؟ سلام سلام وتحية واحترام لمالك مشقي سعيد بن عامر المغيري. المركز الثاني الفاتن من والكل قادم، الشاهنية قادمة، ولكن وعد وهي في موقع الوعد، وعد 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 تنفذ الوعد لسعيد بن مسعود بن ناصر المالكي. المركز الثاني الضبية، قادمة الضبية هي المالكي قادمة مع الوهيبي مع الممثل. وين التحية؟ جولة اللوامر اللوامر الأخيرة جولة اللوامر، وعد 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 نعم تتم الوعد تتم وعدها مع سعيد بن مسعود بن ناصر المالكي. وسلام وتحية لهذا الشعار ومالك الشعار سعيد بن مسعود بن ناصر المالكي تحت أقدامه، وعد لك التحية لك التحية من الأعماق. المركز الثاني من تاتي الضبية الله هكذا نعم جولة الأوامر، حركوا روح الجماعة قادمين. الوصول الآخر أيضا وصلة الشاهنية المر بن سالم بن محمد الغفيلي، والقدوم من الضبية محمد بن حمد بن محمد الوهيبي. حركوا روح هكذا هي التحديات، نعم التحديات. 300 متر الأخيرة الله الله الضبية الضبية محمد بن حمد بن محمد الوهيبي، والملاحقة أيضا هناك أيضا الزهرة قادم سعيد بن سالم بن حمد القديلي، الزهرة من الضبية الزهرة من الضبية. الله 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 المعركة طاحنة ما بين هذه الشعارات. منطقة الثيل ترحب أيضا هناك القدوم والوصول، أيضا الوصول والقدوم وصلت الضبية. بعد
حمد بن محمد الوهيبي، ريماس تتحرك الهجانة السلطانية مع سيف بن عبد الله الحبسي، النايفة على المركز الرابع، لكن مشكورة 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 تنطلق إلى الدرع والناموس والانتصار، مشكورة بشعار الهجانة السلطانية. متابعة حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، شوف الاندفاع، شوف التألق، شوف الظهور الجميل من مشكورة مشكورة للهجانة السلطانية حمد بن محمد الوهيبي. الشاهنية على المركز الثاني أيضا للهجانة السلطانية حمود بن سلطان الغفيلي، لكن مشكورة تقترب من خط النهاية. تهانينا والناموس للهجانة السلطانية وللمضمر حمد بن محمد بن سالم الوهيبي بمناسبة فوز مشكورة، حصولها على شوط الثنايا، حصولها على الدرع، هذه لحظة الوصول إلى خط النهاية. شاهنية المركز الثاني للهجانة السلطانية. المركز قدوم خامس الواصلين، الله من الديب ناصر بن سلي من الصغير الوهيبي، يا سلام في المركز الخامس، ولكن العودة مع السيب وشاهين، السيب السيب السيب، الله يا أبو محمد، الله يا أبو محمد، جمهور السيب ينتظروا السيب، كلهم يحيوا السيب، ينتظروا نقاط السيب الذهبية، السيب على الصدارة من الهجانة السلطانية، مشكور يا أبو محمد مشكور، كلني هني السيب، الله 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 الله، السيب وهو من سن اللقاية ونحن نذيع على السيب، ودائما بسجلاته الحافلة والغيلاني بإنجازاته الممتازة، سلام الهجانة، سلام سلام السيب، سلام سلام الغيلاني، سلام الله الله الله. أما المركز مع اللحظات الأخيرة 400 متر، 400 متر، فنجا واصلة مع المستوى الثاني للهجانة السلطانية، الهجانة السلطانية وفنجا عالية 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 عالية، هجن البشاير في المستوى الأول، أرض الدرع 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 مع اللحظات الأخيرة، وين راح السلام؟ فنجا شاهد وتابع وشوف، تابع شعار الهجانة السلطانية الواصل على ظهر فنجا، اللحظات الأخيرة فنجا 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 وعالية فنجا درع الاتحاد العماني، شاهد وشوف، فنجا 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 الهجان السلطانية، أسعد الله صباحكم، هذا الفوز والانتصار، فنجا للهجان السلطانية، تهانينا للمضمر حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني عالية ما شاء الله تبارك الله، المعركة طاحنة ما بين هذه الشعارات، ولكن باهي باهي علي بن أحمد بن عبد الله الحبسي، الحبسي الحبسي والوهيبي من الجانب الآخر، منطقة الأعلام منطقة الأعلام ترحب بهذا الشعارين القادمين، ومنطقة الثيل سوف تحظى أيضا بكرم ناموس هذا الشوط، أيضا من سوف يحظى بالناموس، ولكن باهي 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 إلى الصدارة، قال جيتكم جداكم باهي، والمركز الأول نريده علي بن أحمد بن علي بن عبد الله الحبسي الحبسي، روح إلى الصدارة، روح إلى الناموس، إذن التهانينا والناموس لراعي الباهي علي بن أحمد بن عبد الله الحبسي. المركز الثاني وصل شاهين، ومغادرة الأسماء البقية، بدر بن سالم بن حمد العمري من يقدم انطلاقة غزلان في الصدارة والمقدمة، تقترب من اللحظات الأخيرة من 300 متر أخيرة لتهدي أبناء ميدان بدية، ميدان التراث تهديهم ناموس يطل إثارة، شوط العرض الطويل، روح مع المقدمة تابع لغزلان، تقترب من الجمهور المشاهد لهذه الفعالية، تقترب من المنصة الرئيسية، تهانينا واسعد الله صباحكم يا أهالي بدية للمرة كم اليوم على التوالي، أسعد الله صباحكم هذا الفوز والانتصار في شوط العرض الطويل الذي خصص للثنايا بدون تعليمات، تصل غزلان إلى الصدارة وإلى المقدمة، بدر بن سالم بن حمد العمري. المركز
الثاني، هناك من تأتينا على المركز الثاني سمحة سالم بن ساعد بن حمد العمري المركز الثالث، التأخر قليلا من فرحة عامر بن سالم بن سعيد الزرعي، ولكن الصدارة منذ الانطلاق، الصدارة مع اللسكية، اللسكية هي نعم سلالة عريقة هنا مع سالم بن علي بن صباح الوهيبي من يقدم اللسكية المركز الثاني. هناك من تأتينا سمح سالم بن سعد بن حمد العمري المركز الثالث، دخول من شعار الجرادة، قادم قادم الجرادي، قادم الجرادي، وين السلامة؟ ولكن اللسكية مع سالم بن علي بن صباح الوهيبي المركز الثاني. هنا من تأتينا